المهم واحنا في الطياره قال لي اتمنى ان ابني يتجوزك. طب كويس والله. يا بنتي ابنه مسافر امريكا ومش راجع تاني. سافري له انت. انت مجنونه ولا ايه؟ اسافر؟ بقول لك عايزه اكبر الشغل وافتح مصنع. الو، وحشتيني يا هبه. تخيلي. وانت كمان ركبتي ولا لسه؟ انا خلاص دلوقتي رايحه اركب الباص. توصلي بالسلامه. بكره اول ما اصحى هكلمك الصبح على طول. اوكي، وانا هستنى تليفونك. ما تنسيش الصور. انا عايزه اقول لك ان انا دلوقتي عماله اشوف الصور في الكاميرا، وعايزه اقول لك ان الصور تحفه، بلس ان كمان اليومين كانوا يجننوا. وانا كمان اتبسطت قوي يا حبيبتي. طيب اوكي خلاص هكلمك الصبح. اوكي اوكي ان شاء الله. توصلي بالسلامه، باي. هلو. هاي. ازيك؟ ايه بنتي انت جيتي امتى؟ الفجر. وشرم عجبتك؟ تحفه، الجو هناك مختلف جدا. مختلف ازاي يعني؟ قلنا حلو بس مفيش حاجه من اللي في دماغك. وانت عرفتي منين اللي في دماغي؟ ما انا عارفاكي. تشربوا ايه؟ لا خليكي قاعده ما تتعبيش نفسك. خلصوا. تشربوا ايه؟ عندك جرين تي؟ عندي. عايزه واحد جرين تي. حاضر. وانا عندك نعناع؟ عندي شويه نعناع. اوكي انا واي. ايه في ايه؟ مش فاهمه حاجه. ايه الغباوه دي؟ ايه مش فاهمه حاجه اصلا. في ايه بجد؟ في ايه؟ انا عايزه اعرف في ايه. حامل يا دي النيله. ليه يا بنت؟ مش حلوه. مش حلوه دي حاجه حلوه. هي جنفي احتمال تيجي. ما عندهاش دم. ما عندهاش دم. دي كانت المفروض تيجي. براحتها، اكيد عندها ظروف. في هديل؟ نعم. هي جان كلمتك النهارده؟ لا. اه ليه؟ ايه ده؟ في ايه؟ والله يعني ايه؟ عيبك ان انا بعرفك من عينيكي. يعني ايه؟ عموما انا كده كده كنت هقول لكم. تقولي ايه؟ في حاجه حصلت وانا مسافره؟ اه في يا هبه. انا حامل. ايه الهبل اللي انتوا فيه ده؟ انتوا هتمثلوا؟ ما انا عارفه ان جان اكيد قالت لكم، وهي ما بيتبلش في بقها فول. وعموما لما انا قلت لها برضو ما عرفتش تقول كلمتين على بعض ونزلت. من مين يا ساره؟ مش متاكده. انا شاكه في اتنين حسب الحسابات. يا عاصم يا نور. يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. وحتى لو كان واحد منهم انا مش هتجوزهم هما الاثنين. اولا هما الاثنين ما ينفعوش، ثانيا هما الاثنين ما لهمش ذنب، ثالثا بقى وده الاهم انا ما بحبش ولا واحد فيهم. اوكي يا ساره. اوكي انت حامل بقى في قد ايه؟ عشان الوقت مهم جدا للدكتور اللي هينزل البيبي. وانا عندي الدكتور. انا البت زينب خدتها وخدتها فله كده. البت كده زي الفل. وانت كمان ما عندكيش دكتور؟ ساكتة ليه؟ بسمعي. على العموم أنا بفكر ما نزلوش. يعني إيه؟ يعني بفكر أسافر إنجلترا أو أمريكا، أقعد شوية هناك لحد ما أولد وبعدين أكتب البيبي باسمي. يعني الواد هيبقى اسمه تامر سارة أو حنان سارة؟ هكتبه باسم عيلة أبويا يا هدي. ماشي أنا معاكي. لما ترجعي بقى هتقولي لباباكي ومامتك ايه؟ ان انا اتبنيته عادي. يا جماعه انا حاسه ان انا قاعده في فيلم هندي هابط. والنبي حد يقول لي. انت هتقولي حاجه؟ حد يقول لي اللي بيتقال ده فيه منطق ولا ما فيهوش؟ ما فيش حاجه اسمها منطق يا هديل. كل واحد عنده المنطق بتاعه اللي بيمشي عليه. ساره انت مش خايفه؟ مش زعلانه؟ لا انا بفكر. اتعلمت اني افكر. أنا آسفة. أنتِ صح وأنا غلط. يعني إيه بقى الكلام ده؟ أنا كنت فاكراكي زعلانة وخايفة.
وآية قالت لي لا، سارة مش هتكون كده. الظاهر ان انا بخاف عليكي اكتر ما بخاف على نفسي. انت ياما ما تقولي حاجه، مش عايزه ولا وعظ ولا كلام. اسكتي بقى، اللي انت هتجيبيه ده اسمه ابن حرام، ده ما فيهوش منطق يا ساره. لا دين ولا قران ولا حتى اللي بيعبدوا البقر يرضوا بكده. ساره، في حاجه اسمها انساب. ربنا عمل شهور العد عشان ما يحصلش اختلاط انساب كده. الولد مش هيعرف مين ابوه ولا مين جده، ويفقد حتى حقه في الميراث. انت لو نزلتيه تبقي بترحمي. ما اقدرش اموت روح. ما هو كده كده ميت. لو نزلتيه هتريحي، ولو سبتيه هتموتيه واحده واحده. خليه عندك رحمه. خلاص خلصتوا؟ ساره حبيبتي، احنا كلنا بنغلط، بس في غلط بيتصلح وفي غلط ما ينفعش اصلا نغلط. ركزي معايا، انتي ما قدامكيش غير حل من الاتنين، يا تنزلي البيبي يا تتجوزي ابوه اللي انتي مش عارفه هو مين فيهم، وانتي اصلا مش هتعرفيه. نزلي يا ساره احسن. انا مش هنزله، انا لسه بفكر هعمل ايه. خلاص نفكر معاكي. ده مش اسلوب ناس بتفكر يا هبة. يا غبيه، كلنا بنحبك وخايفين عليكي، افهمي. وفي حاجات يا ساره ما ينفعش اصلا تاخد وقت في التفكير. انا كده، انا اتعلمت ان انا اخد وقت في التفكير، ده الفرق ما بيني وبينكم. بصي بقى، انا هقول لك اخر كلام عندي. انا مصاحباكي ومع بعض طول الوقت ده على الخير وعلى الشر. فيكي مميزات وفيكي عيوب تقرف، زي ما احنا كلنا فينا ميزات وفينا عيوب. لكن عمري ما كنت اتخيل انها توصل بيكي انك تمشي على حل شعرك للدرجه. والمصيبة انك مش حاسة انك بتعملي حاجة غلط. انا ماشية على حل شعري يا هديل؟ ماشية على حل شعرك. لما تبقي مش عارفة ابو ابنك اللي في بطنك ده يبقى مين، تبقي ماشية على حل شعرك. طب وليه؟ قوليها مظبوط بقى، قولي ان انا هكر. واقولها ليه؟ ما انت بنفسك قلتيها. هديل، ايه؟ في ايه؟ مش دي الحقيقة؟ من ساعة ما كانت عمالة تطبطب وتاتي ونقول بالراحة هتفهم، ما بتفهمش، ما تفوقوها بقى. قولوا لي، قولوا ان انا هكر زي ما الهانم بتقول. هديل، ما ينفعش نتخانق. انا مش عايزه اتكلم معاكي اصلا، لما تبقي تفوقي وتعقلي تبقي تتكلمي معايا. انا مش مجنونه. لا مجنونه. انا مش مجنونه، انت اللي مش عارفه اتعاملي ازاي مع جوزك. على الاقل جوزي، وعارفه انه جوزي. حلو قوي انك عارفه انه جوزك، بس انت ما تعرفيش انك مراته، ولا عارفه ازاي تتعاملي معاه عشان تحافظي عليه. انا مش هرد عليكي يا هديل، ولا هغلط فيكي زي ما انت غلطتي فيا. عارفه ليه؟ عشان انا بفكر، لكن انت حتى مستكتره عليا اني افكر عشان فاكره ان انت صاحبتي. ولو هو ده مفهوم الصداقه بالنسبه لك، فانت لازم تعيدي مفهوم الصداقه من اوله. ايه، تعالي روحيني، انا عايزه امشي. حاضر، هكلمك بكره الصبح. ساره، سارة هديل ما تقصدش، انتي عارفة دي طريقتها. من فضلك يا هبة سيبيني لوحدي دلوقتي. لا مش هسيبك يا سارة. أرجوكي يا هبة سيبيني لوحدي. بعربيتك دي. ايوه كده، ايوه. ايه بقى، احكي لي ايه اللي حصل. اسكتي بقى لحسن. ساره وهديل خانوا خناقه جامده جدا. سيف، سيف اصحى. ايه في ايه؟ اللي ايه في ايه؟ حضرتك نسيت الفيلم بتاعك شغال ونمت. اعمل لك ايه بس، ما انا قاعد طول النهار لوحدي في البيت، زهقت. زهقت؟ وانا كمان يا اخي زهقت منك. يا
بعدين من فضلك انا مش عايز اتخانق، بعدين والله العظيم انا ماليش غيرك في الدنيا. انت بتشتغلني ولا بتشتغل نفسك؟ بطل بقى القرف اللي انت عايش فيه ده. طب ليه بتغلطي في الكلام؟ علشان مفيش حاجه بشوفها الا غلط. انت السبب. وبعدين انا والله ما خنتك ولا يوم في حياتي خنتك. مجرد انك تتفرج على واحده وتعجبك وتتخيل نفسك معاها بالنسبه لي دي خيانه. ده كلام ما يرضيش ربنا. ويرضي ربنا انك تتفرج على افلام بورنو وانت راجل متجوز. ايوه ما انا راجل متجوز وانت مانع نفسك عني، عايزاني اعمل ايه؟ دي ابسط حاجه اعملها. وانا قلتها لك قبل كده كتير، كنت بتبقى نايم معايا وبتخلص وبتقوم تتفرج على افلام. انت مريض يا سيف، يو هاف تو فيس ات، مريض. انا لو كنت بعمل كده وبتفرج ده عشان انا مش عايز اخونك. بعدين انت ممكن تساعديني، فكري ازاي تخليني ما اتفرجش على الافلام دي. وقلت لك قبل كده انت عايز واحده من الشارع تعمل اللي انت عايزه، وانا مش طريقتي دي، وانت عارف كده كويس. ده برضو كلام ما يرضيش ربنا. وانت ما حببتنيش في اي حاجه عايزها، انت بالنسبه لك الموضوع اداء واجب. انا كنت ببقى في حضنك وبتخلص وبتديني ظهرك وتنام. بلاش اتكلم، في كلام كتير ممكن يجرح. ومين السبب في ده؟ وبعدين يا هديل انا عمري ما خنتك عشان بحبك. اقول لك على حاجه تعملها، سيبني سيبني ودور على واحده تانية تساعدك. ما اقدرش، انت لو سبتيني اموت، لاني بجد بحبك والله العظيم بحبك. انت حبك جوايا زي الادمان، ما اقدرش ابعد عنه. أنا حتى لو حاولت أخونك مش هعرف، أنا بحبك جدا. وأنا كمان بحبك، بحبك أوي أوي.